هذا اول نهار لينا في موريتانيا. انا فين بتنا البارح؟ بتنا في هذا الفيلاج هذا اللي سميتو بولا نوار. دخلنا من الحدود يعني صافي كاشينا داكشي ديالنا. دخلنا ما عطلوناش شي 7 دقائق ولا 8 دقائق صافي دزنا. صافي من بعد ما نزلنا شدنا واحد الريح من الجنب صافي، يعني ما تقدر تصور والو، واحد الريح مجاهد.